بسم الله الرحمن الرحيم. وزاعي حميد رئيس جمعية آباء أولياء التلاميذ ثانوية الناسية. هذه المناسبة كان هي واحد الحفل ديال توزيع التلاميذ المتفوقين في داخل المؤسسة. عدد ديال التلاميذ هو 28 تلميذ. هذه المناسبة دائما كنديروها، ولكن نظرا للظروف ديال الوباء تخلينا عليها هذه واحد سنتين، لان نظرا للوباء هذا كنا حبسناها، ولكن الحمد لله بديلات الفرج بدات. قمنا بالدور ديال الاسس الاول، كنديروا الاسس الجوائز ديال الاسس الاول والاسس الثاني. كل سنه كنناديو على التلاميذ المتفوقين، وكان الاباء والاولياء التلاميذ ديالهم، وبالمناسبه كنديروا واحد التواصل مع الاباء ديالهم في اطار التحفيز ديال التلاميذ الابناء ديالهم. وكنشكروا الطاقم اللي ساند، وشكرا للجميع اللي ساند هذه المناسبه، وشكرا للجميع. السلام عليكم. هذا الحفل اللي حضرته اليوم هو حفل ديال تكريم تلاميذ المتفوقين والمتفوقات ديال ثانويه النسيب في تمارا مسيره جوج. الحفل جاب تنسيق ما بين اداره المؤسسه والطاقم التربوي وجمعيه الاباء، واللي بالمناسبه كنشكروا جمعيه الاباء على هذه المجهودات اللي كدير في الدعم ديال المؤسسه، وفكرت في التلميذات هادو وفي اولياء الامور ديالهم باش دخل لهم هذه الفرحه هذه بعد هذه المده الطويله اللي دوزناها ديال هذه الظروف ديال الجائحه اللي كانت كتمنع عنا من هذه الانشطه هذه. اذا استغلينا المناسبه ديال نتائج الدوره الاولى، والحمد لله النتائج كانت كنطمحوا تكون احسن، ولكن بالنسبه لنا كنعتبروها مقبوله الى جيده بالنسبه للدوره الاولى، وكنتمنوا انها تكون نتائج احسن كما عودوا لنا التلميذات والتلاميذ ديال ثانويه الناسين كل سنه، انهم كتكون النتائج ديالهم متميزه الحمد لله، بالخصوص في المستويات الاشهاديه. شكرا. مرحبا. شنو الشعور ديالك انت في اول نقطه في المؤسسه؟ انا بشكل فرحان بس النتيجه اللي جبنا في هذه الدوره، شعور زوين متاكد. شنو الطموح ديالك المستقبل؟ نكملوا في هذا الطريق، هذه اهم حاجه. شنو الرساله اللي توجه للتلاميذ اللي تخاذلوا لنا في الدراسه ديالهم؟ ما انا ما نحكمش على الناس، كل واحد الظروف ديالو، لكن الطريق ديال النجاح باينه.